مساء الخير جميعا. بالتأكيد الأولوية اليوم هي العمل من أجل وقف العدوان ومن أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار. ما يجري يدفع المنطقة برمتها نحو المزيد من التصعيد. نحن دوامة دموية جديدة من العنف. أعتقد اليوم اجتماع الجمعية العامة كان اجتماعا هاما، أرسل رسالة واضحة أن العالم لا يقبل بهذا التصعيد ولا يقبل بهذا العدوان، وأنه يجب وقف هذا العدوان بشكل فوري، التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وأعتقد أن الأحداث المأساوية الأخيرة أظهرت مرة أخرى أن القضية الفلسطينية هي القضية الأساس، هي الجوهر، وأن الأمن والسلام لن يتحققان ما لم ينعم الفلسطينيون به، وبضرورة أن يعمل الجميع على إيجاد أفق سياسي حقيقي لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران للعام 1967 وفق القانون الدولي، وفق مبادرة السلام العربية، سبيلا وحيدا لتحقيق السلام الشامل والدائم. فنحن نعمل بالتنسيق مع جميع أشقائنا، مع جميع شركائنا في المجتمع الدولي، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة. ما نريده كما قلت هو فورا وقف العدوان ووقف الإجراءات الإسرائيلية التي والممارسات اللاشرعية التي سببت وسببت هذا التصعيد، ومن ثم الانطلاق نحو إعادة إيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام. شكرا.